المملكة المغربية فهي يعني أي مشروع كيتقام على التراب الوطني فهو كيتخذ بعين الاعتبار الدراسة القبلية ديال الأثر البيئي الجانبي لأي مشروع كيف ما كان سد أو منشأة مائية أو يعني طريق سيار سكة حديدية، وبالتالي هذا المشروع هذا كيكون عنده دراسة قبلية ديال الأثر البيئي اللي كينظمها القانون. طبعا ملي كنتكلموا اليوم على تحلية ديال مياه البحر فهي بين المشاريع اللي أثرت الميزان كما كنقولوا، يعني الكل يتكلم عن استعمال المواد الكيميائية اللي ممكن يكون عندها الواقع السلبي على يعني السواحل، على المنظومة الصحية اللي هي هشة أصلا جراء التغيرات المناخية، على المنظومة البحرية بصفة عامة. بالطبع ملي كنتكلموا على المغرب، المغرب قطع أشواط جد مهمة في هذا المجال، لأن كنتكلموا على المشاريع اللي اشتغلنا عليها منذ سبعينيات القرن الماضي، واليوم كان يعني التطورات التكنولوجية واستطعنا أننا اليوم نحليو مياه البحر من أجل إيصال الماء صالح للشرب المواطنين، والتجربة ديال الشوكة أتباعها خير بالدليل على ذلك. اليوم عبر هذه المحطة هذه كنشربوا 1,600,000 نسمة على مستوى أكادير الكبير، كنستقيو حوالي 15,000 هكتار. كل هذه المحطات تحلية مياه البحر الأثر الإيجابي فيه هو أننا كنضمنوا المؤشرات ديال الأمن المائي والأمن الغذائي. الآثار السلبية تم دراستها قبل إنشاء مثل هذه المشاريع، يعني أثر الجدوى، أثر التقنية والدراسات المالية، يعني كلها دراسات قبلية قبل بداية المشروع، وبالتالي تأخذ الموافقة القبلية من القطاع الوصي على مثل هذه المشاريع أو مثل هذه الدراسات. بالطبع أي مشروع اليوم في العالم يقدر يكون عنده آثار جانبية، هذا ما كاين يعني ما يمكنش نتكلموا اليوم على مشاريع كنستعملوا فيها يعني مواد كيميائية اللي من أجل تحلية مياه البحر، ضروري تكون هناك آثار جانبية لا على التنوع البيولوجي لا على المنظومات البحرية، ولكن هذه المسألة هذه كتخاض بعين الاعتبار في جميع المشاريع قبل إنشائها أو في يعني في غاميزيون. حنا كنقوموا بتحلية مياه البحر وحنا كنقوموا بمراقبة يعني المعتادة والدورية للمياه ديالنا، هل هناك آثار جانبية، هل هناك تلوث، هل هناك تأثيرات على يعني التنوع البيولوجي، على الرمال، على المياه ديال الاستحمام. كل هذه المسائل هذه خاصها تتخذ بعين الاعتبار، وحنا كنقوموا بالاكسبلوطاسيون يعني استغلال هذه المادة الحيوية من أجل إيصالها للمواطن في جميع ربوع المملكة المغربية.